Bonne nuit. Bonne nuit. Nageoire. نعم. ليش زعلت لأنه منال عزمي الخطار؟ زعلت؟ مين قال لك إني زعلت؟ بلا زعلتي وبدي أعرف ليش. أنت ليه دايما بتجبرني إلا كعيب شو ما عليك؟ إيه؟ لأنه في شي مش منطقي يا نجوى. حافظك عن الغايب. لما شي بيزعجك ببين دغري على وجهك. لأنه ببساطة ما بدي بنتي تتعلق بحبال الهوى. نعم، وصلت الحبال. البنت معجبة بالشاب وعزمته عيد زواج أمه وبيها. شو عم بتنطق استنتاجات وهمية؟ افترضي هالشي صحيح، وين المشكلة؟ المشكلة؟ المشكلة إنه فريال معجبة بخطار. فريال؟ إيه؟ فريال. وهي قالت لك هالشي؟ من بعد ما حضرتك رقصتها هي وياه هون، قالت لي نجوى أنا كثير معجبة بخطار. لا يا فريال لا. أنت كمان علقت بدبقات خطار؟ شو قصدك؟ ماشي. منال بتعتبره الشاب الحلو بدها تعزمه. وفريال نحلي تعليم الرقصة الأولى. بالإذن من أمير يزبك طبعا. وأنت المايسترو بين اثنين، شي حلو. بس إذا هيك القصة معك حق، معك حق تزعلي. أنت عم بتدبر الشاب الأعزب اللي صاحبتك المطلقة، وفجأة بنتك العاشبة بتفوت على الخط. إيه معك حق، بحقلك تزعلي. شو عم تخرف؟ أنت شو عم تحكي؟ إجتني فكرة. نعزم خطار نحطه بين اثنين والاشطر توصل له. لا اكيد انت جنيت، اكيد انت جنيت. انت عارف عشان تحكي اللي عم تحكي عنهم وحدة منهم بنتي. ما بنتي كمان. شو هيك عم تضحك جنيت؟ شو في لي هالضحك؟ فيصل فوتني فوتني. عم بضحك لانه مبسوط. بس قبل ما نام بدي اقول لمنال انه بدنا نعزم خطار القاضي وببلش السبق. شو بو؟ مشي حبيبي مشي، فوتني. هي أفهم خلص حبيبي فوتني. أنا رح أعرف. خي طلعت منها مش مني. جوز رجال مجنون. انتو اتنيناتكم أجن من بعض والحق عليك. بكرة بترجع على فرنسا من غير شر تنطف القصة. بديك لقية. قولي مع انه ما بيهمني. لانه ما بيهمك. وين كي فيكي وبراسك الحجر رأيي بيقول ان شاء الله بنتك تنغرم بخطار وخطار ينغرم فيها. وينه رئيسنا طعم؟ بيقولتوا تفضلوا. نايم؟ انت نزيه. برافو. قوم جيت وجايب لك ضيوف. عرفتني؟ استاذك بالماجستير دكتور مجدي. اشتقنا لك سامي. يا هلا يا هلا دكتور. ماما قهوه اذا بتريدي. تكرم. تفضلوا تفضل. ما صدق لما خبرناه. الصراحه سامي ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقول شيء دكتور، ما تقول شيء. ما ضروري تقول شيء. بالعكس جيت انا ونزيل اليوم حتى اقول لك. تقول شو؟ ممنوع ينسكت على قصتك. اي قصه؟ سامي انت ضحيه. لا عميد الجامعه حابب يطنش ولا الطلاب. قضيتك لازم تنعرض على الراي العام. سامي قناعتنا بتقول انك تعرضت لسوء معامله سببها تسلط سياسي وصلك لفقدان ذاكرتك، واللي كان السبب لازم يدفع الثمن. ما بعرف عن شو عم تحكي. سامي انت انسان مهم. حرام يصير فيك هيك بدون ما حدا يعرف. يعرف شو؟ وين حقك اتاكل؟ وين كرامتك انهانت؟ وين القهوة ماما؟ سكتنا يعني؟ لا بس خلينا نشرب القهوة بالاول. قدي بعد بدنا ليبلش لنا توني دوموازيل؟ اف بعد ساعة. بليز قولي له انه الصبايا عندهم سهرة بدهم يعملوا شعرهم. طيب اوكي بس اجي دور نعمل لي مستر. ثانكس. اوف شو إعاشة عند الكوافير؟ هاو هاو. وينك؟ ايه معك وين؟
شو كنت عم بقول؟ سمعت شو كنت عم تقول؟ كذابة، عيد شو كنت عم بقول؟ يا الله منار بلا سألة خلص ما شو كنت عم تقولي؟ ليك ما تفقسين نهاري، أنا مبسوطة كثير اليوم وجايين نعمل شعرنا لأنه بدنا نسهر سهرة غير. أنت رح تسهري سهرة غير شكل. نتقاسم الشب الحلو بطينتنا. منال بشرفك من غير شي مش طايقة حالي ولو بلا سألة بقى. طيب بعزم لك ثاني. فشر. أوف هالقد؟ إيه وأكثر من هيك كمان. لك خلصنا بقى البلا صغر عقل. الزلمة ناسي حاله وانت قاعدة تحسبي يلي بيحب ما بيحاسب. وينه اللي بحبه؟ مش طايقني مش حاسس فيه ومش متذكرني اصلا. طيب شو بدك اعمل ليك؟ بعزمني فاش. مش الصليب؟ شوفي فاش؟ ماشي اوكي يا هاي هي فهمنا وانت كمان؟ هاي سيرج. الحمد لله على السلامة. ماشي الله يسلمك يا ابن الحلال. خير؟ قولي لصاحبتك هيدا الشيء. منان وحياتك سيدي ما رح كفي الجملة. شوفي شو بده خليفن. ايه؟ مش مستنفتك ابدا منان. لا وحياتك شفتي. استقنا للجامعة الحلوة. كيفك يمنى؟ كثير منيحة. ما حدا عزمك حتى تقعد تفضل فل. انا صدقت لقيتك قصدي لقيتكم كذاب مثل عوايدك. مين قال لك انه انا هون حدا تلحقني؟ الماما او البابا؟ بصراحه قلبي. قومي قومي تلفلي يا عمي اجا معه الطوم. ايدك عمي بليز قاعده بدي احكيك شوي. مش عارف انه في محكه بيناتنا؟ اعتبريه طلب اخير مطرح عام. كل اللي طلبوا انه نحكي. منال معك وقت اللي بدك فيك تفلي. تفضل احكي. شو بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ انا ما عندي شيء احكي. انا خلاص فضيت. فضيت من هون ومن هون ومن هون. انا ما عدت قضية. ما عدت قضية ولا عندي قضية الا هون. عندي ام كنت اصرف عليها ولازم ارجع اصرف. كنت حب كنت حب مثل ما قالوا لي ومثل ما هي قالت لي. كنت فكر كان اسمي الرئيس مثل ما نزيه ومحمد وعادل بسموني. بس رئيس شو؟ رئيس على مين ما بعرف. ناسي. كنت استاذ. كنت علم. كنت اعلم واتعلم عندك دكتور. كنت اشرف لي على الماجستير مثل ما بسموه. كنت وكنت اشياء كثيره. بس الله خلص صرت صفر على الشمال. حتى مخديتي غريبه عني. انتوا كلكم غرباء. انا بحكي معكم بس لحتى اقول اني عم بحكي مع حدا. وهلا جايين بدكم قضيتي تنعرض على الراي العام. شيرين عياش تقابلني لتعمل سباق صحفي. انتو تعملوا سباق وانا اكل الضرب. لا يا جماعة انا وعدت اني اسكت. على شو ما بعرف بس اسكت. خايف على هالانسان. خايف على كتار ما بعرفهم. بس خايف. اسم الله على قلبك بعدك بتحكي قضاضي معزول. اللي قلته هلا سامي لازم الناس تعرف. وحياتك مش اكتر. لازم يعرفوا شو نعمل فيك. يلي قلته بيحرك القضية. القضية؟ القضية اذا كان في قضية ذهبت مع الريح مع النسيان. انا وياها صرنا بلا ذاكرة. عظيم. بعدك فيق على ذهبة مع الريح. غريبة غريبة ذاكرتك شو انيقة. تعرف تختار مثل ما بتعرف تكتب. على كل حال انت كنت من المعجبين جدا برواية ذهبة مع الريح لمارغريت ميتشل. كنت تعتبرها أدق وصف للحرب الأهلية الأمريكية بأسلوب درامي روائي. مهد لتكون أمريكا فيما بعد أهم راعي للحروب الأهلية بالعالم. بتخزيها وبتصف عليها كأنها عم تنتقم من اللي صار عندها. هالقد أنا كنت ذكي؟ وأكثر تقبرني. أنا أكيد إنه هاي فترة صعبة وبتمرق.
المهم تمرق بسلام امي بدون خطر على حدا. تفضلوا قوموا لنتغدى. لا سبب بعد اللي قلت لك يا يمنى بتمنى ما تحرميني من الفرصه الثانيه حتى برهن لك اني بحبك عن جد. اذا غلطت بحقك مره مرات يا ستي معك حق بس خسارتي لك ولحبك اقسى بكثير. لا هلا ما قلت لي مين اللي بلك لهون وبليز تركني من خبرية قلبك دليلك. سألت عنك بالبيت قلت لأمك انك رحت انت ومنال تعملوا شعركم لان عندكم سهرة الليلة مسائبة بعرف وين حلاقك. ياما موصلك لعنده قبل ما نروح نسهر احلى السهرات والدهرات. سألته قال لي انه دور الصبايا بعد ما اجوا وبعرف وين بتنطري هون بالكافيتيريا حطوني. ولا منك هين تحري على المزبوط ولك حتى نسألك عند البابا. بس ما فهمت ليش ما طفنت لي لشو لحقتنا على البيت. ما كان بدي تسكري خط بوجه حبيت اول مره هاللقاء بعد على الغيب يكون وجه بوجه. وبركي سكرت وجهه بليز منال خليكي وسط تقريب مش تفريق. طيب سيرج انا نسيتك. هو كمان مين هو؟ سامي الصايغ عمول معروف. ما بدي اعمل معروف بقى يمنا هيدي هي الحقيقه عرفيها بقى سامي الصايغ نسيكي وصار وقت انت تعرفيها. وفترض هالشي صحيح مش يعني رح ارجع اتذكرك. ليك يمنا انت ما نسيتيني الا لانه هو موجود. هو اللي نساني اياك حبه لإلي اللي نفسني كذبك علي. بدك ضلك عايشة على ذكراه؟ يمكن لا بس الأكيد مش انت حتكون بديل. مش اجا وقت الكوفير قومي شرفي. افتكر خلص حديثك عن اذنك. بشر طمنك؟ شو بدي طمنك؟ اختك صندوق حجر ومسكر يا زلمة. في شيء امي؟ واخرتها اخرت شو؟ دلني على شخص واحد اجا زارك وطلع راضي. كيف يعني راضي؟ يعني راضي عليك يا ابني. الكل بدهم يساعدوك وانت ما بدك تساعد حالك. امي انا منفتح على اي مساعده مين ما كان. وينه هذا يلي بده يساعدني؟ انا بتساعد بشغله وحده بس اني اشتغل واللي كنت بعرف اشتغله نسيته. فما بعرف ما بعرف يا امي بس لازم اشتغل لازم اشتغل. ما معنى ناكل جاع المدرسة هونيك رح يساعدوك مش رح يتركوك. انا روح ولهن ما بيسألوا عني؟ لولا سمر عياش يلي شفتني بالصدفة ما كان حدا لكشني لا اساتذة ولا ادارة ولا تلاميذ. الهيئة انا مرض خطير وماني عارف. انت اطيب انسان تقبلني ان شاء الله. خليني شم ريحتك اشتقت لها. ما تشمش يا عاطل ست نهيل على هالحالة رح يبطل معنا حق صابون. بس بتعرفي شو اللي بعرفه؟ بالرغم من تعتيري حسيت اني كتير كنت قاسي مع نزيه والدكتور مجدي. ما هيدا اللي قصدته يا ابني عيب. روح على الجامعة. الجامعة بدها مصلحتك. مصلحتي؟ يا بده مصلحتي يشغلني. دخليك يمنى الرواس وينه؟ مع بين حبيبتي وينه؟ الا هاي اوعى تجيب اسمها على لسانك قبل ما تبخره. يلي عملته فيها بيسمح لها تعمل اكتر من هيك وتبطل تحكي معك بالخالص. ما اتصلت واعتذرت شفت شو صار. ايه اتصل مرة تاني وضل الحقها. سامي انت الغلطان. هيك قولي وانا اللي قلت له انت وين مش امك. ما تطلع فيها هيك. انت لازم تطلع من سام الصايف. اللي صار صار وانت الحياة قدامك. بطلع منه برجعة لسيرج. ها هي معادلتك استاذ رامي. كنتي مع سيرج ابن الحسب والنسب والجاه والمال. سحبك الشحاد لعنده عال سكتنا. لا ما سكتوا طليكم تحكوا تعملوا تفعلوا لو وصلتوا لهون. تعرف المشكلة خيي
ما المصيبة انه انا بشوفكم كعائلة ما بشوف غير اصابع مجرمين بحق انسان. كل جريمته هو انه حبني وحبيته. يمكن اللي عمله بيك غلط، بس نابع من خوف عليكي. وانت اللي عملته مع سارج نابع من خوفك علي كمان؟ انا بدي اياك تعيشي حياتك، صباكي، عمرك، مستقبلك مع سارج ابن الحسب والنسب. تعرف خيي حاسه حالي في المصري القديم، الجوازه مش ممكن تتم من سامي. الافلام القديمه والجديده كلها ماخوذه من الواقع. ايه ما كان لازم تتم. طلب سيرج يفتح صفحه جديده، اسمحي له يفتحها. بيخضب سهره معي الليله. ليش لا؟ غلط معك ورجع يصلح، وين الغلط؟ بتعرف شغله خيي؟ مشكلتك انه بعد ما حبيت. وانت مشكلتك اختي انك ما بتعرف تحبي. سيرج انسب لك، عرفتيه وتخنقته، اجا يصالح ويصلح. حبيب القلب بطل حبيب القلب، يعني الطريق صارت مفتوحة قدامك. ليه ما بتجربي؟ ما رح تخسري شيء. تسمح لي كفة لبسة؟ بدي بوسي. هاي اختي اللي بعرفها. شو بعرفني وين سهراني مسافر؟ الحق اول ما تمشي من هون. ايه لي انت يا زلمه، شو بدي اعلمك انا؟ ولو ضرب الحديد وهو حامي. ايه يلا جود لك. وينه؟ عم تلبس. شو قلت لك؟ المهم انا شو قلت لك؟ المهم عندي ان تروق وما نضل معصبين بالبيت. كل شي بيزبط، كل شي بيزبط. ما تكون شي رايح تسهر؟ ما بحق لي تقبرني. روح انبسط وعجل لي شوي حتى اشوفك عريس. ان شاء الله ماما، ان شاء الله. ليكو القمر، تقبريني تقبريني. مش حرام هيدي الأميرة ما يكون شنقلة أمير؟ خي يا أمي خي، قديش صار لي ما شفتك بهالطلة الحلوة. يا ربي يوم فرحتك. ميرسي ماما. أنا رايحة على السهرة، بدك شي؟ إن شاء الله بتنبسطي يا عيوني، وسلمي لي على نجوى وقولي لها مبروك إلا بلا الكولونيل. وصل. وأنا؟ أنت شو؟ ما في بوسة لهالشياكة؟ حسب، على أي خد؟ هذا أمير ضربته. ريتها تنكسر إيدي على أكبر غلطة غلطتها بحياتي. فكرك هيك تتصلح بكل سهولة؟ تعال تعال الصدر اللي حبك، تعال. ما بتقربي انت، الصدر بيقرب. بوصل عاصم؟ لا. سامحيني بنتي، سامحيني على الغلطة اللي غلطتها هذيك اليوم. جاي تعمل هون؟ يلا من هون. عفوا، مش هون فيلا عاصم الرواس؟ انت مهبول ولا مهبول؟ عم بقول لك يلا من هون. يلا يلا من هون. شباب شباب، شو عم بيصير؟ ما اعتزلوا بزول يمنع بس. سامي فوت يا عم فوت. افتح له. مصور شفتوا كيف؟ سمحت لي فوت. سامي فوت. شو جابك لهون؟ كيف وصلت على هالعنوان؟ قلتي لي بيك نايم، سألت ووصلت. طلع حواليك. ليه؟ تذكر شي؟ لا بعتذر، جيت انت وظاهرة. كان بدك شي؟ شو في؟ عالتليفون ما قبلت اعتذار دموزير رواس. ليه عم تطلع في هيك؟ كفي. شو بدي كفي؟ اعتذارك، صرت وجه بوجه، كفي. أنا بعتذر،
بعتذر لاني كنت جفص معك وما لازم اكون جفص، لانك انت الوحيدة يلي ساعدتيني. انا فتحت عيوني بالمستشفى لقيتك حدي وبتياب ممرضة، يعني كنت متنكرة كرمالي، ولما اجوا يظهروني من المستشفى كنت مخبية بالحمام. اكيد سمعت شو حكوا، واكيد سمعت شو طلبوا مني ما اقول. باعوك حياتك؟ صح، وانا اشتريتها بس بدون جميلة، لاني حقيقة ما بعرف شو صار معي. انت بتعرف شو صار معي قبل المستشفى؟ سأل وجع عظامك بالمستشفى. بتعرف وين كنت قبل وشو صار قبل؟ بدك يعني اطلع تلفزيون؟ يعني بعدك عم تشوف تلميذتك؟ لا والله ما عم شوفه، بس نزيه والدكتور مجدي بتعرفيهم؟ هن يلي طلبوا مني اطلع مع شو اسمها؟ نسرين عياش. لا، شيرين عياش. صح، اختلا سمر. برافو، اختلا سمر. ليه عم تحكيني هيك؟ كفي، بدك تحكي على الهوا؟ لا، خايف. خليك خايف، هو العالم ما بيتأمنه. طيب انا لازم امشي، هيئتك ظاهرة. المهم اعتذاري مقبول؟ مقبول. يعني اصدقاء؟ ام رحمه لوين؟ سهرة لطيفة، تنبسط بالموجودين. بعرفهم؟ انت اللي بتعرفهم ومش من زمان. يلا مشي معي. مش قايل للماما هلا بيشغل بالها؟ مش مشكلة، نحكي على الطريق. يلا اطلع. بس خلص ما تعطي الهم، يلا اطلع. يا عم اطلع. سوري ما انتبهت. بس متذكر وين نسيت؟ لا بس انت حاطه سنتور وانا بدي احطه مثلك. ما جاوبت على سؤالي، منك متذكر وين نسيت؟ انه متذكر عدد مجلس النواب، بس تحط سنتور مش متذكر كيف. هلا انا حطيت سنتور مثل ما انت حاطه، بعد في شيء تاني؟ لا ابدا. هيك بتسوق بسرعة؟ أنا كل عمري بسوق. ما بدك تتصلي بأمي؟ شو تذكرته؟ ذكرته بس مجددينه. أهلا وسهلا بالكولونيل وضيوفه. يا هلا. أهلا وسهلا بمرته الكولونيل وضيوفه، لأنه أنا اللي عازمة وحاسة. عرفي مدام، تفضل. هون على البيست رقصنا الرقصة الأولى. لو ما خطت واهتم فيصل أكيد كان ناسي. خلاص مامي بشرف فيك. عن جدك شو حلو هالمحل. لو بتشوفي شو حلو كان وقتها، بس الأحلى لما لقيت منال على الحياة. هون ابتدى شهر عسلنا. يا حياتي يا حياتي على الغزل الحلو بين الأم وبنتها. طولي بالك شوي فريق الوقت، شوفي غزل أحلى كتير. يا الله تأخرت يمنع. بس يمنى اللي تأخرك؟ والشاب الحلو أصلا لما عزمته قال لي إنه رح يتأخر. أنت السبب بابي، بتضلك تشغله. شفتي ما سألني يا بنون؟ ضرورات الأمن، أنا بعتذر. بعتذر فريال. على شو قلنا؟ على بداية السبق. في شيء لازم أفهمه؟ لا. أي سبق بابي؟ شو رأيكم نشرب كيس حتى نحمى شوي؟ مات؟ انت متأكدة انه مرحب فيه بالسهرة؟ مرحب فيه انا، يعني اكيد مرحب فيك. مصور صاري هلا ايه نقيد
حضرتك هون؟ شو بتعمل هون؟ انت الشاب الحلو اللي خبرتنا عنك منال، ما هيك؟ معزوم كمان على السهرة؟ وصلت الخبرية؟ خبرية وصلت من أول ما طلعت. أنا يمنى الرويس، بنت عاصم الرويس. تشرفنا. غريب. شو هو الغريب؟ ما في شي غريب؟ سامي مجرد صديق ومعزومين على السهرة. لكن خلينا نفوت، بيكونوا استعبقونا. يلا. يلا، تفضل. إذا كل سنة بكيس يعني رحت علينا. إيه خشع، أنا قادرة على كل ست أشهر كيس. أنت قادرة على كل شيء يا حياتي. بونسوار. أنت حسابك بعدين، بقني على الطاولة. منون. سامي اشتقت لك. وانا كمان، بس سوري من حضرتك. بسيطة، نسيت وضعك. هيدا منال الراسة وهي رفيقة الانتيم وبتعرف كل قصتنا. يلا يلا عالطاولة. شو جابوا هيدا لهون؟ يمنى الرواس بتقول انه صديق. ما تعتذر هم سيلا فقدها على الاخر. شو هيدي البنت وقحة بتعزو من كيسها؟ خلي الطبيعة سيدنا، خليه هو يخاف منها. عم تعرفني عليك عقبال المية تنفجر. مرسي حبيبي. مدام فيريال تشرفنا. يا هلا. هلا حضرتك بنت النايب الشهير وصاحبتها الانتيم لمنال؟ هيك بيقولوا. ولي بيقولوا انك صاحبت الانتيم؟ طيب. بيقولوا انه هي بنت النايب الشهير. بعتذر بس انا هيك فهمتها، ما هيك؟ هي فهمتها صح. تفضلوا. عقبال مية. سوري انا جيت بدون عزيمة. ولو تفضلوا. مين الاصحاب ما في عزيمة؟ يلا قعدوا قعدوا. ما في خطار بلا شغل هلا. يلا تعالوا. مصور عمو. مصور عمو فلسفة. يا هلا. مصور كولونيل. سامي صايغ بيكون صديق. بتعرفوا من قبل لجوزي؟ جوزك مدام انقذ لي حياتي. فمستحيل انساها جميل. كيف يعني انقذ لك حياتك؟ مامي سامي تعرض لحادث وفقد ذكرته. مشان هيك عم اتعرف على الكل من اول وجديد. وجوه جديده. الا هالوجهين لهم فضل علي. سوري استاذ، المطعم كله محجوز. مش مشكل، بقعد على البار باخذ كيس. اهلا وسهلا، تفضل. انا كثير مبسوطه الليله، كل اللي بحبهم مجموعين معي. المامي حد وانا جيت من فرنسا بلا ما اخبر حدا تاحتفل معه. كاس المامي والبابي. كاسكم. ميرسي يا حبيبتي. وجودك يا حياتي. اوعى تفكروا رح خلي حدا قاعد على الكرسي، كلنا بدنا نرقص. تفضل افتح الرقص. فوفو بلش السبق. بلا كسل، بعدين لما دموازيل تعزم شب على الرقص عيب انه يتاخر. برافو منال. صرت مكرر هالكلام مرتين، يا قول شو في براسك يا ما عيب هالحكي. انا مبسوط شيرين، كثير مبسوط. عمو ما كنت من مدة بمستشفى العناية؟ لا، ليش بدي اكون بمستشفى العناية؟ كنت اشبه بحدا بالمستشفى مطرح ما انا كنت كولونيل؟ كنت هونيك؟ لا، مش بدي اكون هونيك. قوم الرصوة قبل العشاء. بدك اعرف. تعلم. وانا بدي اعرف وين تولد بهالمطعم بالاذن. شو بكي؟ تخربت تتكلم شريعي؟
ندمت على الحجة اللي اخترعت لك اياها؟ ليكي فريال، انا ماني ولد صغير، انا حب خطر يكون معي الليلة، بس عارفة انه ما بقدر اقعد معه على رواق ولا اقول له اني بحبك ورح احبك على طول، بس وجوده معي بحسسني بالامان. طلعي بنتي كيف عم ترقص معه، بعدين حكينا عن الامان. شو حاسس؟ ماشي معي. وهلا شو حاسس؟ مش جاتيني. ايه بعد ما شفتي. اكيد عارف ان المرضى كوثر، بس انا غطيت عليك. انت مغطى على كل العالم. شو قصدي؟ ماشي. ليه عم تضحكي؟ شو عم بضحك على قصتنا؟ انه وقتها كنت طبيعي انشأ كنا نرقص سوا، وهلا عم نرقص سوا وما عم بتفكر باي نشاط سياسي بدك تعمله بكره. ليه عم تضحك؟ ما علينا، عم اعرف ارقص. لحظة خليني نشوف. شو جابوا لهون؟ مين هيدا؟ سيرج. مين سيرج؟ السؤال يمنى رجعت لسيرج. مع شو عم تحكي؟ اكيد لحقتك، رح ضل الحق. اللي قلت لك يمنى بالكافيه ما كان مزح، انا بدي ارجع لك. بهالطريقة؟ ملاحقة مخابرات؟ ما بدي ضيع وقت، بكفيني اللي ضيعته بغيابك عني مع المعتوه. سيرج في افهم وين حاضي فيه وجايبتيه على سهرة ما قالوا فيها؟ عم تساعديه؟ عم ترقصي معه؟ تذكر شيء اهبل وواقف؟ لحظة هلا بشوف. بدي لك شغلة بهالطريقة ما رح تخليني حتى افكر ارجع لك، وعمول معروف اترك سامي برات الموضوع. شو سيرج؟ بكاء على الاطلال؟ مكان عام وعم يشرب كاس. لا قربت منكم ولا حسستكم بوجودي. شو بدكم مني؟ كملوا سهرتكم. سيرج قديش في صدقك؟ ليك يمنى، انا ندمان على اغلاطي وحابب انه تسامحيني ونرجع سوا. اكثر من هيك ما في اجيبك تصدقيني. حبيتي تعطيني فرصه لبرهن لك عن صدقي كان بيه. حبيتي انت حره. الو، وليش عم تحكيني على هيدا الرقم؟ لو خسرت 100 مرة قايل لك لما بتحكيني بتحكيني على رقمي انا. يا خي ما تعتذر، وما بحب الاعتذار. بتغلط وبترجع بتعتذر، ما بحب هالشغلات. انت وين هلا؟ التقرير وين؟ طيب تعال عندي ناطرك. يلا يلا. بسيطة، بي قادر يحل أي مشكلة. عفوا سيرج، في قايلت لك سيرج؟ ولو نعيب بتمون. كيف يعني بيك قادر يحل أي مشكلة؟ حرفيا نعيب، من فترة مثلا كان في مشروع كتير كبير المفروض يرسى علينا، شركة البابا يعني، بس صار في شوية ضغوطات من الخبير على المواصفات، مسخرة يعني، فبتليفون صغير رسى المشروع وتنفذ. وزاد المصريات. بالضبط. من اول ما فكرت ارجع ليمنى ضحكت لي الدنيا بهالموضوع. مش مظبوط، انت عم تكذب، لانه حضرتك ما فكرت ترجع لي الا من يومين. لا دموجين، شو عرفك انت؟ يعني من سؤال انطرح علي، ما هيك دموجين؟ طيب انا بعتذر، صار لازم امشي. كيف بدك تمشي لحظة ما جيت معي؟ كيف بدك ترجع تفل؟ ما عليه بدبر حالي، زهقت وما بعرف حدا. خلص باركينهم عني، تشرفنا جميعا.
كيف الوحيد اللي طلعت سلته فاضي هي صاحبتك. باقيين كلهم دبروا حالهم، حتى بنت الرواش طلع لها اثنين. حسي حالي ندمانة على السهرة. ليش؟ بنتك تعرفت على شاب جنين؟ يمنى رجعت لصديق الأول، وأنت مرت بين إيدي حبيبتي وحياتي، وفرياز عم تشغلها خارج الحدود. مع النائب هو بيوصلنا على البيت. انت بتنزلي مع فريال. نسيتي على فريال اجت معنا؟ لكن فريال بتنزل مع النائب، وانت بتنزلي مع يمنى. ايه بس يمنى نازله مع فرش. انا سيارتي معي. بوصلك وبكره بنزل السياره. طيب ليه ما اعطيته السياره لسامي كان فل فيها؟ ما هو ناسي السواقه، والا كان اجى بسيارته. احسن، خليه ينسى كل شيء. خلص انا بنزل مع يمنى وسرج. عبالي تابع رجعتهم لبعض، بحب هالاشياء. طيب يلا نمشي. ميرسي على عظيم كتير. لو سهلا. تفضل. مهموم كثير يا شاب. لا طويل، مشوارنا طويل من لما طلعت وبعدك ساكت. ما حبيت ازعجك يا عم. ولا يهمك، محسوبك معود سلوته بالليل انه يسمع اخبار الركاب، ومحسوبك فائد ذكرته. ايه لا حلوه دي حلوه. وحياتك جد انا فائد ذكرتي. انه 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 عن جد عن جد فقد ذكرتها؟ يعني جالتي يعني هونيك شغله يعني احلى بألف مره. الواحد لا مشكل ولا هموم ولا بكام تنكة البنزين ولا كام ألف طلع بالنعاف، وبعدين ولا هم الاولاد ولا هم المدارس ولا بدي صارفين البندوره. ولك يعني يالك انا هيدي الهموم عايشها يا عم، وما عم اعرف طلع هالكام ألف حتى عيش. بعدك جديد بس ليك يعني حلو كتير بهالبلد الوحيد يفقد ذكرته. والنعمة والله. حبيبي شو رأيك بقعدة على البحر وسمكتين ونضاف عيونهم زرق ونعك عرق وتخبرني حتى انسى؟ اكيد وانا منسى معك. يلا ها. شو في؟ وصيله؟ دغري اللي عندي. فوت. عواف يا سيدنا.
هل تبريد شو؟ لازم اشتغل يمنا، لازم اطلع مصاري. انا ما معي امشي، لازم اصرف على امي. مجنون يا اكيد، كنت رح تكبي حالك؟